نوتا. جديد تطفو على السطح أزمة نازحي صلاح الدين مع محاولات لوزارة الهجرة والمهجرين باحتواء الموقف وتبنيه من جانبها، لكنها ربما تصطدم بإرادات أكبر من مستوى موقفها الذي ما زال بالنسبة لوزارة شكليا أو يتمتع بالحد الأدنى من الوجود تجاه أكثر مهامها تعقيدا. هجرة صلاح الدين كشفت أن هنالك 3 مخيمات في المحافظة تضم أكثر من 1000 عائلة، حيث أن تعداد العوائل في مخيم الكرامة والعلم يصل إلى 850 عائلة، فيما يصل تعدادهم في مخيم القادسية بتكريت إلى حوالي 266 عائلة بعدما كانوا 1145 عائلة. حسابيا فإن نصف العوائل عاد، ماذا عن النصف الثاني الممنوع بالتأكيد من العودة؟ وهل يكفي تشجيع النازحين على العودة إلى مناطق سكناهم حسب ما أعلنه مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاجير تنفيذا للبرامج الحكومية؟ وهل يحتاج النازحون إلى تشجيع؟ وهذا كله يجري في سياق العودة العشوائية ليعودوا وانتهى الأمر دون برامج توعية أو إعادة تأهيل بالأخص لنازحي المخيمات الذين ما زال قسم كبير منهم يعاني من أزمة أضرت بمسيرتهم التعليمية من خلال منعهم من التسجيل في المدارس الحكومية لعدم امتلاكهم أوراق ثبوتية بسبب مؤشرات أمنية على أهاليهم بحسب ما أوردت منظمة Human Rights Watch. أصوات كثيرة كانت تحذر من مرحلة ما بعد داعش، وكان يراها الكثير من السياسيين ترفا أو تشاؤما. هذه أمام الرأي العام إحدى المعضلات المشمولة بترحيل مناقشتها أو إيجاد حلول لها. قد يظهر الحل مع الربيع القادم عندما يصبح النازح مجرد رقم انتخابي، وحينها سيكون إرجاعه ربما أسهل من الطريقة التي أخرج فيها من دياره بسيناريوهات الإذلال. ننتقل إلى الوضع الاقتصادي، حيث ما زال صلاح الدين تعيش حالة من الركود الاقتصادي لأسباب متعددة، أهمها ضعف التخطيط للمشاريع وأيضا قلة التخصيصات المالية للمحافظة بحسب خبراء اقتصاديين. المحافظة خرجت من أتون معارك التحرير بأغذية أغلبها منكوب، وإن لم يعلن وتقاذفتها من بعد ذلك الأهواء السياسية لتصل بهذا اليوم إلى أدنى مستويات الأعمار لا تقدم مقارنة بالمحافظات الأخرى التي شهدت أيضا رغم نكبتها اهتماما محليا ودوليا. ما زالت صلاح الدين تعيش حالة من الركود الاقتصادي لأسباب متعددة، أهمها ضعف التخطيط للمشاريع وقلة التخصيصات المالية للمحافظة بحسب خبراء اقتصاديين. المحافظة خرجت من أتون معارك التحرير بأغذية أغلبها منكوب وإن لم يعلن، وتقاذفتها من بعد ذلك الأهواء السياسية لتصل بها اليوم إلى أدنى مستويات الإعمار لا التقدم مقارنة بالمحافظات الأخرى التي شهدت رغم نكبتها اهتماما محليا ودوليا. محافظة تزخر بكل مصادر الدخل ابتداء من النفط إلى السياحة بصنوفها الطبيعية والأثرية والدينية، هي أيضا منجم هائل للطاقات البشرية المعطلة بوجود أكثر من جامعة فيها تلقي بخريجها إلى المجهول. وزراعيا كانت وما زالت في الصف الأول بين المحافظات العراقية في إنتاج أهم المحاصيل الاستراتيجية. كل هذا يقودنا إلى مجموعة من التساؤلات، أهمها أين الخلل؟ هل الخلل مركزي في طريقة تعاطي الحكومة الاتحادية مع هذه المحافظة أم محلي بسبب ما تفرضه أولويات قادة المحافظة سياسيا؟ وإلى متى تبقى هذه النظرة قاصرة على هموم المواطن البسيط المرتبطة غالبا بحالته الاقتصادية؟ الغريب أنه لا تمايز في هذا التخبط الاقتصادي الذي يجعلها محافظة تعيش على البركة كما يقال، لسان الحال ذاته من الشرقاط إلى الدجيل. في
في سامراء باشرت كوادر بلدية سامراء وتحت إشراف مديرها المهندس محمد يونس بحملة كبيرة لتشجير الجزرات الوسطية في المدينة. يونس أيضا أكد أنه سيتم تأمين سقي الشجيرات من خلال منظومات حديثة، فضلا على الاستمرار في الأعمال المدنية وأعمال الخدمات في أهم شوارع سامراء، فيما أبدأ المواطنون ارتياحهم لهذه الخطوات التي تسهم في تحسين منظر أهم شوارع المدينة. بدأنا اليوم بمتابعة الكوادر العاملة في مديرية بلدية سامراء، الكوادر الزراعية وكوادر قسم الخدمات. بدأ العمل صباحا بتوجيه الكوادر حسب خطة العمل الجديدة التي ستقوم بها البلدية، والتي ستتركز على موضوع الزراعة، تشجير الجزرات الوسطية وتنظيفها وزراعتها، بالإضافة إلى وضعنا خطة عمل جديدة لغرض تنظيف الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في المدينة. اليوم بدأنا العمل بشارع الفاطمي، أعدنا توزيع الكوادر الزراعية من فلاحين وسواق وغيرهم لغرض تركيز العمل في هذه الأيام على موضوع تهيئة مياه نقاط مياه السقي للجزرات الوسطية لكي يتم بعدها المباشرة بأعمال الزراعة. أي طبعا هي هذه مشكلة، يعني أنه الظروف الجوية في بلدنا العزيز عموما ظروف قاسية، الزراعة دائما تحتاج إلى جهد مستمر، إلى مياه سقي دائمة، ولهذا السبب قمنا بتهيئة مصادر المياه أولا، بالإضافة إلى نيتنا بالقريب العاجل على صيانة تناكر الماء لغرض تأمين السقي الكامل إن شاء الله. قاعد أسوي ساجة ينزل الماء داير مدار الشتلات نسقين حتى شوي ترقي، يعني تراحوا من زين. إيه والله الحمد لله، يعني اليوم بدأت حملة تنظيف شارع الفاطمي وإزالة الأوساخ وترتيب الأشجار، ونتمنى من بلدية سامراء أن يعني تبقى هاي الاهتمام وهذا الشيء، يعني يبقى اهتمام بالتنظيف وترتيب الأشجار وترتيب الشوارع، يعني مو هسه هم حفروه وسووه ورتبوه ويعوفوه، يعني تجي عليه بعد فترة تلقاه مهمل ويعني شوف شكله مو حلو. نتمنى أن يعني تبقى هاي الإدامة عليها والمتابعة، والحمد لله. بشأن الوضع الخدمي في سامراء، وبعد امتعاض شديد في الشارع السامرائي بسبب سوء تجهيز المدينة بالتيار الكهربائي، ردت لجنة الطاقة في المجلس المحلي وعلى لسان رئيسها ضياء الباز حول تساؤلات المواطنين بخصوص هذا الموضوع، والذي أكد أن ارتفاع درجات الحرارة يقف وراء خروج عدد من المحطات عن العمل في سامراء والعراق بسرعة. بخصوص عمل محطات الإنتاج في عموم العراق بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن المستويات المعهودة خلال فترة الصيف الحالية، خرجت العديد من المحطات عن العمل. كوادر وزارة الكهرباء متمثلة من وزير الكهرباء نزولا إلى مدراء المحطات والكوادر العاملة تقوم على إرجاع هذه المحطات بشكل انسيابي وسريع من خلال فرق الصيانة المنتشرة في عموم العراق. حقيقة موضوع قلة الكهرباء هو بسبب حقيقة عدم تجهيز دور التوزيع بكهرباء الحقيقة اللي كانت توزع قبل أسبوع، لكن خلال هال 24 ساعة الماضية تم إعادة العديد من الخطوط وإحداث الإنتاجية إلى العمل، وتم تجهيز مدينة سامراء تحديدا ب 12 ساعة تقريبا إلى 13 ساعة في اليوم. العمل مستمر من قبل محطات الإنتاج في عموم محافظة صلاح الدين والمنطقة الشمالية لإعادة تزويد محافظة صلاح الدين بالطاقة الكهربائية. كذلك بيّن مدير توزيع كهرباء سامراء جيلان فاروق أن مهام دائرته هي التوزيع وحسب التجهيز من محطات التوليد، كما بيّن أن مجموع التجهيز قد وصل إلى 12 ساعة في عموم أحياء مدينة سامراء.
بالتأكيد أن دارة توزيع كهرباء سامراء هي من تقوم بتوزيع الطاقة الكهربائية على المواطنين بحسب كمية الإنتاج الواردة إليها. بتاريخ اليوم أمس الأربعاء تم تجهيزنا من محطة ديزلات سامراء 45 ميجا واط موزعة إلى قضاء محطة قضاء سامراء و10 ميجا منها إلى قضاء بلد، بالإضافة إلى خط التغذية غرب بغداد والمحطة الكهرومائية، مما استطعنا أن نجهز خلال هذه اليومين المواطن 12 ساعة ببرمجة ساعتين أطفاء ساعتين تشغيل. وأن إنتاج الطاقة الكهربائية ديزلات سامراء بالتأكيد أن حرارة الجو اللاهب قد يؤثر إلى عطلها أو مشكلة في إحدى الديزلات، والكادر الديزلات سامراء يقوم بتصليحها والسهر ليلا ونهارا من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطن. وتكررت الزيارات من قبل المسؤولين في وزارة الكهرباء ومن قبل معالي وزير الكهرباء وتوجيههم بتشغيل الوحدات الأخرى، وهذا لم يحدث سابقا، لكن المتابعة المستمرة من قبل المعالي والوكلاء الوزراء في الوزراء المحترمون مما يجعل إن شاء الله في الأيام القادمة تشغيل وحدات أخرى من أجل راحة المواطن. في سامراء، حيث أكد مدير آثار سامراء أن الأراضي الزراعية الموجودة في المدينة وعلى أطرافها قد تم التحقق منها بخصوص احتوائها على آثار وقد تبين خلوها منها، كما بين أنه تم منح كتب عدم ممانعة من التملك في هذه الأراضي، إلا أن لسرايا السلام وجهة نظر أمنية ربما عطلت استلام المواطنين لهذه الأراضي. تلقينا مجمل كتب رسمية من الإدارة المحلية لمدينة سامراء بخصوص الأراضي الزراعية في المدينة أو في بعض أجزاء من المدينة، وبعد إجراء الكشوفات الموقعية عليها من قبل دائرتنا وحسب ما يتعلق الأمر بنا من الناحية الأثرية، وجدنا خلو هذه الأرض من أي معالم أثرية، وقمنا بإعطاء عدم مانع للزراعة فيها. الدوائر ذات العلاقة كذلك قامت بإجراءاتها الإدارية والقانونية بهذا الخصوص، وقمنا بعقد مجمل تحققت مجمل لقاءات مع قيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات سرايا السلام في سامراء بخصوص هذا الأمر، وتلقينا إشارات إيجابية من الأخوان في سرايا السلام بالسماح للأهالي والمواطنين بدخول أراضيهم الزراعية، لكن إلى يومنا هذا لم يتحقق هذا الشيء. نحن قمنا بإعطاء عدم ممانعة حسب ما يتعلق الأمر بنا، وكذلك أعتقد مديرية العفو شعب الزراعة السامراء، وقاموا بحصول على سندات لهذه الأراضي علما أنها مسجلة من ثمانية القرن الماضي. العرقلة الآن أو التأخير الذي أصبح أعتقد من قوى سرايا السلام في سامراء بسبب إجراءات هم قاموا بعملها أمنيا، لكن هذه الإجراءات تأخرت والمواطنين يطالبون ويناشدون. سرايا السلام في سامراء بسماح لهم بدخول هذه الأراضي وممارسة عملهم فيها. نظم أهالي قضاء الشرقاط هذا الأسبوع بساحليه الأيمن والأيسر وقفة احتجاجية أمام مخيم بستان الشيوخ مطالبين بترحيل عوائل عناصر تنظيم داعش، فيما أكد مجلس شباب تكريت التطوعي رفضهم لإيواء عوائل عناصر داعش في مخيمات القضاء بعد أن تم غلق أغلبها. وأشار المجلس لأن مخيم الشهامة في تكريت تم غلقه بعد أن تم ترحيل أغلب العوائل التي كانت تسكن فيه. في ذات السياق أكد رئيس مجلس شباب تكريت التطوعي نصير طارق أن المجلس نقل الصورة الكاملة لما سيعود بالضرر على القضاء إذا تم إيواء
عوائل عناصر داعش في مخيم الشهامة، كما أكد أن الجهات المعنية بيّنت أن المخيم سيتم غلقه خلال فترة قصيرة. نقلنا بحضور طبعا وجهاء وشيوخ مدينة تكريت، نقلنا وجهة نظر المدينة يعني موضوع مطالبة بإغلاق المخيم الشهامة وإعادة هذه العوائل إلى مناطقها. كل شيخ وكل مسؤول منطقة وكل مختار يتحمل وزر هذه العوائل ويرجعون مناطقهم، وبدل أن يكدسون في هذا المخيم وأيضا نثير مشاكل جديدة وخليهم في أماكن مغلقة ونثير موضوع أيضا حفيظة الناس وشكل عبء على مدينة تكريت وعلى المحافظة عموما، وأيضا حتى تعرف يعني من يرجعون مناطقهم يدققون أمنيا ويعاد تأهيلهم فكريا مرة ثانية بإشراف الحكومة وإشراف الجهات الأمنية. هذه المطالبات نقلناها ونقلنا وجهة نظرنا لموضوع العوائل اللي انتمى أفرادها تنظيم داعش الإرهابي. أخذنا تعهدات من السيد محافظ صلاح الدين والقيادات الأمنية بغلق المخيم خلال 3 أيام بعد أن يتم ترتيب موضوع هذه العوائل وكيفية آلية نقلهم لمناطقهم تباعا إن شاء الله. بغداد تشهد ناحية اللطيفية ببغداد تقدما على مستوى البنى التحتية بعد الحقب السوداء التي مرت بهذه المنطقة. أما مشروع ماء اللطيفية أحد تلك المشاريع التي توقفت منذ 5 سنوات وعاد العمل بها. شهدت ناحية اللطيفية ببغداد تقدما كبيرا بنسب الإنجاز بمشروع ماء اللطيفية الكبير بعد عدة أزمات شهدها هذا المشروع من تخريب وأهمال وأعمال إرهابية. نحن في ناحية اللطيفية لمعرفة مجريات العمل في مشروع مجاري اللطيفية الذي تأخر كثيرا، وهذا المشروع يخدم شريحة كبيرة من المنطقة من الأهالي بطول أكثر من 100 كيلومتر بخطي طول يعني شبكة أمطار وشبكة مجاري وبطاقة 1000 متر مكعب بالساعة. يشمل مشروع ماء اللطيفية شبكات الأمطار والصرف الصحي بطول 100 كيلومتر بالإضافة إلى محطات لضخ المياه، كما يشمل وحدة مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي الذي سيخدم هذه المنطقة. في ناحية اللطيفية من المشاريع الحيوية اللي عانى بها المواطن معاناة، خصوصا في توقف المشروع منذ أكثر من 5 سنوات من 2014 إلى بداية 2019، يعني تقريبا جهود السيد المحافظ وزيارته واستجابته لكل التقارير والطلبات تقدم إليه اللي حاولنا الضغط على الشركة من أجل إنجاز المشروع، وحاليا وصل المشروع إلى نهاياته تقريبا، يعني باقي أكثر أقل من 15 يوم إنجاز المشروع بالكامل. وحاليا زيارة السيد المحافظ هو من أجل الوقوف على أنه هذا المشروع وين وصل إلى إنجازاته. مجاري اللطيفية من المشاريع الاستراتيجية المهمة اللي تمولها محافظة بغداد ضمن خطة تنمية الأقاليم. مشروع المجاري يضمن شبكات الأمطار والصرف الصحي بطول 100 كيلومتر بالإضافة إلى محطات ضخ عدد 4، 2 منها صرف صحي و2 منها الأمطار، ووحدة معالجة مركزية بطاقة 1000 متر مكعب بالساعة. ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع التي تعمل عليها محافظة بغداد، والذي سيسهم كثيرا في معالجة أزمة المياه والمجاري في الناحية. لسمراء الفضائية علي الحسني، بغداد. في العاصمة، حيث افتتحت في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد مدرستين جديدتين، وذلك بعد أن شهدت المدينة اكتظاظا بين الطلبة الدارسين. كما أشارت حكومة المحافظة المحلية إلى أنها بصدد فتح مدارس أخرى جديدة بمختلف مناطق العاصمة. نظرا للوضع الخدمي الذي تمر به منطقة الشعب في بغداد
من سوء في التخطيط والخدمات ونقص في البنى التحتية التربوية. ارتأت محافظة بغداد وضمن الخطط التي وضعتها وزارة التخطيط إلى افتتاح مدرستين جديدتين في هذه المنطقة. تم افتتاح مدرستين اليوم في تربية الرصافة الأولى في منطقة الشعب. لدينا إن شاء الله افتتاح مدارس جديدة، لدينا رؤية بإكمال المدارس المتوقفة والهياكل، ونريد أن ننشئ أيضا ونبني مدارس جديدة. بغداد تحتاج العديد من المدارس والبنى، البنايات المدرسية والأبنية المدرسية. نريد أن نعالج قضية الكرفانات والأجواء البيئية غير الملائمة للتدريس والتعليم. جادين في محافظة بغداد من خلال أخواني في مجلس محافظة بغداد وكوادر محافظة بغداد في إنشاء هذه المدارس وإكمالها، لأنه نحتاج أن نفك الاختناق في المدارس الثنائية والثلاثية. أهالي المنطقة وجهوا شكرهم إلى الجهات المسؤولة التي ساهمت في افتتاح هاتين المدرستين، حيث ستسهمان في تقليل الزخم الحاصل على المدارس الأخرى. كما عبر تلاميذي وطلاب المنطقة عن فرحتهم الغامرة بهذا الافتتاح. يوم سعيد وصباح ربيعي مشمس وجميل. افتتحنا مدرستين، مدرسة دمشق وبرفقة الأستاذ المحافظ محافظ بغداد المحترم، ومدرسة وسام المعرفة الابتدائية، وهاتان المدرستان ستخفف كثيرا من زخم الطلاب في هذه المناطق. حقيقة سعداء جدا بكل ما يعني قدم، وشاكرين للمحافظة وللمحافظ الكريم الأستاذ فلاح الجزائري جهده الكبير في ما يقدم للتربية، ووعدنا حقيقة في القادم بمدارس قادمة كثيرة. وتسعى محافظة بغداد إلى أكمال البنى التربوية ضمن خطة عملها لهذا العام، والأولوية ستكون للصروح المنجزة بنسبة عالية على أن تستحدث مشاريع أخرى في العام القادم. لقناة سامراء الفضائية علي الحسني، بغداد. أخيرا وبنوع من السخرية وعدم الثقة، الشارع العراقي يتلقى وعود بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الفساد. أتلقى الشارع العراقي بسخرية هذه الوعود للقضاء عليها، لنتابع التفاصيل في هذا التقرير. تلقى الشارع العراقي وعود السياسيين العراقيين بشأن مكافحة الفساد والقضاء على الفاسدين في كافة مفاصل الدولة بنوع من السخرية وعدم الثقة، إذ يرجح سياسيون ومراقبون استحالة قدرة السلطتين التنفيذية والقضائية على مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي في البلاد. ملف الفساد في البلاد يعتبر من أعقد الملفات الشائكة منذ عام 2003، حيث يعد أخطر من ملف الإرهاب، وذلك لتورط مجموعات عدة فيه، ما جعل الأمر شائكا وملتبسا على السلطة التنفيذية، فضلا عن التهامات تطال العديد من أركانها. ومنذ تشكيل النظام السياسي العراقي قبل 15 عاما، شرع البرلمان العراقي عام 2005 قوانين عدة مؤسسات حكومية تنفيذية ترصد مكامن الفساد في دوائر الدولة العراقية، منها دائرة المفتش العام في كل وزارة، وهيئة النزاهة هيئة مستقلة مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء، ديوان الرقابة المالية. وفي عهد حكومة العبادي شكلت حكومته مجلسا أعلى لمكافحة الفساد، وما زال مستمرا لغاية الآن، إلا أن أي ملف فساد لم يصل إلى خواتيمه حتى يومنا هذا. وإثر المعارك الإعلامية بشأن ملفات الفساد بين المسؤولين العراقيين برلمانيين ووزراء، أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال شهر أغسطس قرارا دعا فيه إلى تقديم الأدلة على الاتهامات الموجهة للمسؤولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات الإعلامية. من جهتها وصفت النائبة عالية صيف قرار المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الأخير بأنه محاولة فاشلة لمد طوق النجاة للفاسدين، وقالت إن أعضاء البرلمان يمثلون أعلى سلطة في البلاد ولديهم قنواتهم بممارسة عملهم الرقابي وفق ما رسمه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك من خلال الاستضافة والاستيضاح والسؤال والاستفسار وطلب الأدلة والمعلومات والتحقيق والاستجواب
وإحالة ملفاتهم من خلال المخرجات إلى القنوات التي لها علاقة بعملهم من الادعاء العام والنزاهة، مضيفة إن هذه الإجراءات معمول بها في كل برلمانات العالم، إلا إنها رأت أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يحاول تقزيم سلطة الشعب والاستهانة بالدستور. فمثلا ملفات وزارة الدفاع سبق وأن أحيلت إلى المفتش العام والادعاء العام وهيئة النزاهة بكتب رسمية، فما هو دور هذا المجلس المستحدث؟ ولكثرة التأويلات بشأن تسييس هيئة النزاهة وعدم اتقانها العمل على مكافحة الفساد في العراق، رد رئيسها السابق حسن الياسري على تلك الاتهامات قائلا إن هيئة النزاهة عملت على فتح ملفات فساد لأغلب مسؤولي الدولة العراقية، فمنهم من ثبتت براءته ومنهم من أحيل ملفه إلى القضاء. وأضاف الياسري إن هيئة النزاهة عملت على فتح آلاف القضايا التي شملت جميع ما يعمل في البلاد من الأحزاب والاتجاهات والحركات السياسية، حتى وصل عدد القضايا التي حققت فيها خلال سنوات الثلاث المنصرمة إلى أكثر من 29,000، شملت 34,000 متهم منهم 48 وزيرا من الحاليين وقت فتح التحقيق والسابقين، 48 نائبا و39 محافظا و438 عضو في مجلس محافظة و624 مديرا عاما، مشيرا إلى الاسترداد والمحافظة على أكثر من 5 تريليونات دينار. من جهته رجح السياسي وزير التعليم العالي الأسبق علي الأديب نهاية العملية السياسية في حال فتحت ملفات الفساد على مصراعيها داخل العراق، وعرب عن خشيته في حال محاربة الفساد عن إلقاء القبض على قمم سياسية في البلاد، وأضاف بعض القوى تخشى من فتح ملفات الفساد كي لا تنهار العملية السياسية ومعها الحكومة لكون لها حصة من الوزارات. كما أشار الأديب إلى أن بعض الكتل السياسية تفاوض على الوزارات والدرجات الخاصة بغية الظفر بالعقود الاقتصادية لتلك المؤسسات، لذا فالفساد في العراق هو ممارسة وليس كاملا فقط. إلا أن عضو مجلس النواب عن تحالف البناء أحمد الكناني لا يثق بالنتائج التي يمكن أن تتحقق من عمل السلطة المكلفة بمكافحة الفساد، حيث أكد أن الحكومة غير قادرة على الوقوف بوجه حيتان الفساد في البلاد. إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.